التسعة 24 دقيقة على غاديو ميد للناس 24 الكل. يظهر لي اليوم كي نحكيو على الصحة نحكيو على الصحة حتى دستوريا، يظهر لي حاجة معناها حق عند كل مواطن تونسي. اليوم الصحة تتشري بالفلوس في بلادنا. أمل ظريف هي أم اليوم مشوية على كبدتها على بنتها. أمل من نابل، مرحبا بك أمل. عايشة كوبيك، عايشة أختي. صباح النور أمل. دونك اليوم بنتك عمرها شهر؟ البارح غلقت شهر. وي البارح غلقت شهر. كيفاش كانت ظروف الولادة؟ كانت فما مشكلة في ظروف الولادة أمل؟ لا طبيعية طبيعية ما شاء الله، ولدت في السبيطار زادة طبيعية. أي. ما شاء الله، معناها لاباس. قعدت معايا 16 يوم بنتي. أي. في ليلة ونهار نلقى كشاكش طالعة، نلقاها تقهر، نحسها تعبة معناها هكا، حتى في النفس ماهيش معناتها ترضع وكل. هزيتها للسبيطار، شافوها قالوا لي تعبة وزنها تبيض وكل. اوكي، قلنا على اساس معناتها 3 أيام وتبرى معناها. اي. وما همش فاهمين، عملوا تحليل قعد 48 ساعة وما همش فاهمين شنو اللي صاير. شنو الفيروس؟ فما فيروس؟ لا ما همش فاهمين. اي فيروس. اي. حاسيلو قعدت فاميكا 6 أيام، 6 أيام، وكل ما نمشي نلقى بنتي حالتها ماشية وتتعكر، ماشية وتتعكر. أي. أوكي، شنو المطلوب؟ مطلوب إنعاش. إي أزوها، ما فماش بلاصة في بيت سعدون في تونس. أي. ما فماش بلاصة. إي أنا شنو نعمل؟ أنا ما عنديش باش نهز بنتي، شنو نعمل؟ الله غالب. مشيت حاسيلو في الليل انا وراجلي، نلقاو بنتي هازه راسها للسماء وزرقة، اقسم بالله تلقى في نفس. انا وبوها شنو نعملوا نهارتها؟ شنو نعمل نلقى بنتي زرقة كيكا ومازلت ما سمعتش بيها جمله؟ بعنا اللي عندنا، ذهب اللي عندنا بعناه، وطلبنا حاسيلو امبيلانس وجينا هزيناه ومشينا للكلينيك في تونس. على اساس معناتها لحظة كي كان نهار نهارين مش مشكل نتصرفوا، مش مشكل. اي. الطبيب قال لنا كان زدتوا ساعة أخرى في السبيطار بنتك صاي، كان زدتوا ساعة أخرى. رواريها مسكرة دو فيروس فيها، معناها أخذت فيروس من السبيطار زادة وقبل هذاك الفيروس وزاد عليها، وهما مش عارفين شنو هو، وما فماش بلاصة في باب سعدو. اي ما عرفوش شنو الفيروس اللي هي موجودين عندها. عملوا هما تحاليل في الكلينيك ومعناتها عرفوا فيروس سكر لها رواري نتاعها كومبليتمون عند ربع اكهو. هنا هي معناها شنو اليوم؟ شنو اللي لازمها اليوم بنتك امل؟ اكسجين واقوى ماكينه زاده. ما همش منقصين لها جمله، مش منقصين لها جمله. هي توين موجوده في كلينيك في تونس، توصل الليله ليله 8 ملايين توصل. انا مش في بالي نهار نهارين. طبيب قال لك الله اعلم تحب لها نهار نهارين، تو عندها جمعه توصل 30 مليون وما زالت، واحنا ما عندناش معناها قاعد شيء ماركي واحنا ما عندناش، ولتو نستناو في بلاصه في باب سعدون. اي لتو نستناو بالنسبه وشيء ماركي. اي رغم اللي معناها انت الحاله مستعجله اليوم هكا ولا امل؟ مستعجله على الاخر. بغيتها تسللها البريز، سرلولها المكاكن بنتي فاي. هذا هو شنو قال الطبيب. احنا اصلا طويقه حايرين، الطبيب بيد هو واهق، قال عندي مشكله انه في التنقيل زاد هو العمر بيد الله معناها. قال اما زاد فما شويه ريسك فك التنقيل من الكلينيك لباب سعدون، هذا اكهو فما ريسك معناها. به احنا حبينا جوستما احنا خلينك معانا اليوم امل، فمش ما يكون فما تدخل باش بنتك تنجم تكون معناها في احسن الظروف وتنقذ بنتك اليوم. بنيه عمرها شهر ركها وامها مازالت ما فرحتش بها، وانتم يظهر لي تعرفوا معناها كي واحد يمرض صغير وحتى بدا تشوكه كيفاش يكون. بنتها محتاجه الاكسجين اقوى ماكينه كيما كانت تحكي. دونك فما ربع كها ونتاع رواليها اللي قاعد يخدم في الساعه هذه، فيروس في الرويلي نتاعها، ان شاء الله ربي يشفيها. نعرف اللي قلوبكم باهيه التوانسه، نجموا نعاونوها باللي نقدروا، سينو هي في انتظار انه يكون فما مكان شاغر في سبيطار باب سعدون. ان شاء الله صوتك يوصل اليوم امل.
ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي معاك، ان شاء الله ربي معاها هي زاده، ينفخ في صورتها، وان شاء الله ربي ينقذها بقدره الاله. يعطيك الصحه امل، ان شاء الله ربي يطمنك عليها يا امل. دونك امين يا ربي، ان شاء الله ربي معاك. هكا نخليكم اون بوتيت باوز ونعاودوا نرجعوا، خليكم معنا.